جماعة في المساجد للقيام أو بين الظفرين التهجد. وأمس ألقينا كلمة توجيهية شرعية في ذلك في درس التجويد وتصحيح التلاوة والتفسير، فقلنا نشغل أوقات الليل لأننا في رمضان بما نحن عليه ودرجنا في يوم الأحد من درس تصحيح التلاوة والتجويد والتفسير والملح القرآنية، ونجعل درس الاثنين كما هو على الأسفار التي نحن والطروس التي نحن نقرأ فيها. ثم بعد ذلك الليل طويل لمن يريد أن يقومه، وقيامه ليس محددا بمسجد أيها الكرام الفضلاء، ويقومون في البيوت إن شاء الله عز وجل وتصلون وتحيوا هذا الليل كما كان نبيكم يفعل صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة: إذا دخل العشرة شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. وكان في العشرين أول كما صح عنه يخلط من كلام عائشة أيضا في نفس الحديث، يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، وأما في العشر الأواخر فإنه يحيي الليل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يحيى بالقرآن. فإذا أصابك شيء من الملل، ولا ملل مع كتاب الله، لكننا نحن نتكلم نقول يعني عارضا، فتقوم تصلي ما تيسر لك. وأبشركم أيها الكرام الفضلاء، طبعا نحن تكلمنا أسعدكم الله بطاعته ورضوانه، ونحن ذكرنا في مثل هذه الأمور وتكلمنا وقلنا في ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من قام الليل من قام حديث عبد الله من قام بعشر آيات من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. والقانتين يدل على طول القيام، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، والمقنطر هو الذي يأتي بأجور عظيمة. قال ربنا عز وجل: ومن أهل الكتاب من تمنه بدينار يؤدي له، ومنهم من تمنه بقنطار لا يؤديه إليه. وقال ربنا تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ولفظة القنطار ذكرت في القرآن، وقال ربنا عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فتدل على الشيء العظيم، على الشيء العظيم. وعليه أيها الكرام الفضلاء أبشركم، أحد الشباب بالأمس قام الليلة، وهي ليلة وترية، قام الليلة من سورة الزمر إلى سورة الناس سبعة أجزاء بفضل الله عز وجل. نسأل الله له الثبات والتوفيق والتسديد في قرابة ساعتين ونيف. إذن أيها الكرام الفضلاء، ولرب أمر معسر لك في عواقبه الرضا، ولربما اتسع المضيق، ولربما ضاق الفضاء، لا تحسبوه شرا لكم. هذه قراءة صحيحة، وعندنا لا تحسبوه بفتح السين مهملة شرا لكم. ونحن مع قول الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فسمعا وطاعة أيها الكرام الفضلاء، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، فاعمروا البيوت بالصلوات. ومن تيسر له وأخذ اللقاح وأدى الفترة التي سمحت بها الجهات الرسمية، وبعد ذلك يستطيع أن يحجز تراويح، يحجز تهجد، ويذهب إلى مكة إن شاء الله عز وجل، كله خير أيها الكرام الفضلاء، وأجرك على قدر نصبك. ومن لم يتمكن فليبشر بالخير. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا. فلا يصيب الإنسان اليأس والقنوط فيكسل عن العمل ويكسل عن الاجتهاد أيها الكرام الفضلاء. فالصلاة باقية وممتدة من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، وقت طويل أيها الكرام الفضلاء.
وإن بعد التراويح أنت تنهي التراويح في 9:30 في الغالب، بقي معك من 10 إلى 4 6 ساعات طويلات مباركات تحتوي على 6 × 60 تحتوي على 360 دقيقة، أعمرها بما شئت أخي الحبيب، ولكن لا أكن أنا ولا أنت من الذين قيل فيهم حاشاكم وعافاكم، فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم. لا نريد أن نكون كذلك أيها الكرام، بل نجتهد ونقوم بالعبادة ونوقظ أهلنا ونؤدي. ولذلك الله عز وجل أيها الكرام الفضلاء يبتلي العبد بالنعم التي تصيبه فيها بعض النقائص، فيزين لك زوجتك في ليل رمضان، الآن ما في اعتكاف في المساجد، ونقول الحمد لله وسمعا وطاعة أيها الكرام الفضلاء، وليس في قلبنا ولا ذرة من الحزن أبدا، هذه كلها أنواع من أنواع الذي يسوي نفسه حزين وكذا والكلام هذا كله، نقول لا يا أخي الحمد لله رب العالمين، بل تقول سمعنا وأطعنا، لأن في ذلك مصلحة وفي ذلك ديانة أيها الكريم الفاضل، فلا يصيبك في ذلك أدنى شيء في نفسك. ثم اعلم أن أجرك مكتوب، إذا كنت من الذين يعتكفون في كل سنة فحرمت هذه السنة لهذه الجائحة وهذه الاعتراضات فأبشر. وأنا دائما كلما ينزل بالإنسان أمر غائض كان معتادا أن يفعل هذه العبادة ثم نزل به ما منعه، والله دائما أستبشر بهذا الحديث، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذا كنت كل سنة وأنت تعتكف، كل سنة وأنت في التهجد، وكل سنة وأنت في الصف الأول والكلام هذا كله من غير حجز أماكن ولا أذية الناس أيها الكرام الفضلاء، اليوم ذكر لي من القصص العجيبة وأنا أتكلم على حجز الأماكن مضاربات في المساجد، ومنهم من يترك سجادته من بعد صلاة الفجر إلى التراويح، وإياك أن تأخذ سجادة أو أن تزيلها، بل منهم من يهدد الآخر ويسبه ويشتمه في رمضان، يا رجل في رمضان في العشر الأواخر في وقت المغفرة وفي شهور الرحمات وفي الأوقات التنزل وفي أوقات الخير والبر وأبواب الجنان مفتحة، هل هذه هي أخلاق الصائمين التي دل عليها سيد الأولين والآخرين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم؟ هل هذه أخلاق من يريد مغفرة الذنوب ومن يريد أن يخرج بالتوبة لعلام الغيوب تبارك وتعالى؟ لا يا أخي، ما ينبغي أن يحدث منك مثل هذا أيها الكريم الفاضل. فلذلك نقول نريد أن نكون إيجابيين. تذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة الكرام هم في غزوة العشرة بعد أن قطعوا الفيافية والقفار من مدينته النبوية على ساكنها الصلاة والسلام إلى تبوك، أكثر من 600 كيلو أيها الكرام الفضلاء، والشقة بعيدة والمسافة كؤودة والجو حار لا يجنون منه من شيء، ليس كما نحن نسافر في سيارات ونجن من الشمس والمكيفات، زادنا الله في النعمة ورزقنا الشكر، أو عن طريق الطائرات أو إلى غير ذلك، لا، هذه صحراء يفترشونها و سماء يلتحفونها في شدة حر وشقة، كما أخبر ربنا عز وجل في سورة التوبة، وسميت بغزوة العسرة، المشقة الشديدة التي أصابت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومع كل هذا يقول عليه الصلاة والسلام إن قوما خلفنا بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. تعجب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من هذا، فقالوا بلسان استفسار لا بلسان اعتراض، يا رسول الله وهم بين أهليهم ونحن في هذا الضحي وفي هذا الحر، قال منعهم العذر. اجعل تحتها خطوطا واجعلها بين عينيك دوما، إن حبسك عذر شرعي عن طاعة كنت تعملها فأجرك بإذن الله مكتوب متى خلصت نيتك. فدعونا من التشكي والتبكي الغير إيجابي الذي يخالف قواعد الشريعة أيها الكرام الفضلاء، وهيا بنا ننطلق إلى العمل، فنحن في أول العشر الحمد لله رب العالمين الآن،
نحن علينا أن نجتهد فيها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد. يزين الله لك زوجك وهي بجوارك، ربما زينة ما تزينتها في العشرين الأول، فقل لها: لا يا زوجتي الحبيبة، والله إني أحبك وأجلك، لكن أريد أن أطبق قوله من قول عائشة: شد المئزر، دلالة على اعتزال النساء، وأحيى الليل وأيقظ أهله، وأعطها مصحفا وقل لها: زيدي في الختمات، الله يرضى عليك، لا تجعلوه الليل يكون في المولات والذهاب هنا وهناك. لا بأس بقضاء الحاجة الضرورية مع الحجاب والعفاف والتستر للمرأة والبعد عن الاختلاط، لكن كل يوم إلى هزيع الفجر ونحن من مول إلى مول ومن سوق إلى سوق، فهذا ما ينبغي أن يكون منك أيها الكريم، أيها الكريم الفاضل. والضرورة تبيح المحظور وتقدر به بقدرها. واعطي أولادك من حولك مصحفا وجمع بهم يا أخي صلاة التهجد وصفهم خلفك وصلي، وزع بين أبنائك، اجعل هذا يصلي بكم تسليمة وهذا يصلي بكم تسليمة وهذا يصلي بكم تسليمة، واجعلوا البيت قرآنا، وتذكروا قول أبي هريرة الموقوف الذي له حكم الرفع بسند صحيح، قال: إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن لا يتسع على أهله ويزيد خيره ويقل شره وتحضر ملائكته، وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن لا يضيق على أهله ويزيد شره ويقل خيره وتذهب ملائكته. أيها الكرام الفضلاء، أما الحديث الذي يقول لك إن البيوت التي تقرأ فيها القرآن يتراءى كالنجوم في السماء، نقول هذا حديث لا يصح، وفيما صح غنية وكفاية. ثم اجعل بدخولك إلى المسجد وتبكيرك نية اعتكاف، وهذا قال به الشافعي رحمه الله، وجاء بإسناد صحيح عن يعلى بن أمية رضي الله عنه وارضاه: إني لا أدخل المسجد لا أريد إلا أن أعتكف ساعة، يعني وقتا من الزمن. فعلينا أيها الفضلاء الكرام أن نري الله من أنفسنا خيرا، وإن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. هذه كلمة أردت أن أقدم بها في مقطع متداول أيها الكرام الفضلاء، عن رأى قال: رأيت سبعة قدور. القدر مأخوذ من القدر كحروفه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فأخذ منه في ذلك. فإن صدقت هذه الرؤية فيكون احتمال ليالي القدر أن تكون، والله أعلم، ليلة 23 والخامس والعشرين أو 27، واحدة من الثلاث الليالي على حسب الرؤية. ونقول لماذا؟ نقول لأن النبي صح عنه قال: في سابعة تبقى، وهي سبعة قدور، ولما قال في سابعة تبقى يعني ليلة 23. طيب لماذا قلنا ليلة 25؟ لأن مجموع الرقمين، وهذا منهج في تعبير الرؤية، وهو جمع الأرقام. لما نقول ليلة 25 خمسة نضيف عليها 2 تعدل 7، ولما نقول ليلة 27 ليه؟ لأنها أتت هكذا سبعة قدور. فلذلك فلما كان الأمر كذلك هيجت النفوس أن الإنسان يجتهد في كل العشر ولا يجزمه بأنها حسب الرؤية إلى 27، لأنها تحتمل كما قلت لكم بنص السنة، تحتمل إلى 23 وتحتمل إلى 25، وبالاستباط الآخر سبعة قدور أنها إلى 27. فعلينا أن نحيي العشرة كلها، وهذا كان ديدن السلف، والنبي قال: التمسوها في العشر الأواخر، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في تسعة تبقى. فنحييها كلها ولا نعتمد على رؤية هنا وهناك، ولا ننتظر أن نقول هل رأيت رؤية ولا ما رأيت رؤية. والسنة عندنا ثابتة في إحياء هذه الليالي. هذا ما أردت أن أبينه في باكورة هذه الجلسة أيها الكرام الفضلاء. طيب إحنا الآن عندنا أسعدكم الله فقه الأدعية والأذكار وفقه الأسماء الحسنى، هل كتبها جاهزة؟ كتبها موجودة؟ نعم يا شيخ. طيب عندنا بعد ذلك الترغيب والترهيب، هل موجود؟
أبو سعيد ما هو موجود يا شيخ. طيب عندنا بعد ذلك جامع بيان العلم وفضله، هل الكتاب موجود؟ لا ليس موجود. إذا نستفتح بإذن الله عز وجل بفقه الأدعية والأذكار، ثم نختم بفقه الأسماء، فقه الأسماء الحسنى، وإن شاء الله يجعل بركة في هذا المجلس. فإثنوا على الله واستفتحوا. جزاك الله خير يا شيخ. وإياكم تفضلوا. وإياكم تفضلوا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يقال فقه الأدعية والأذكار تأليف الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر يحفظه الله. ما يقال عند الفزع من في النوم إن من الأذكار العظيمة النافعة لمن يروع في منامه أو يجد وحشة أو قلقا أو يصيبه الفزع في نومه أن يقول عند حصول شيء من ذلك له: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضره. وقد روى أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم من النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده من همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره. وروى الإمام أحمد في مسنده عن الوليد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إني أجد وحشة. قال: إذا أخذت مضجعك فقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنه لا يضرك، وبالحري أن لا يقربك. روى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أروع في منامي. روع في منامه. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده من همزات الشياطين وأن يحضرون. روى ابن السني في عمل اليوم والليلة عن محمد بن المنكدر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه أهاويل يراها في المنام، فقال: إذا أويت إلى فراشك فقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وهذا دعاء عظيم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من يصاب في نومه بشيء من الفزع والخوف بسبب ما قد يرى في منامه من الأشياء المخوفة أن يقوله، فليذهب عنه فزعه ولتطمئن نفسه، وليسكن وليهدأ في نومه، ولينصرف عنه خوفه وروعه. وقد دعا، وهو دعاء عظيم مبارك يعلن فيه العبد التجاؤه إلى الله واحتماؤه به وفراره إليه من غضبه وعقابه سبحانه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين ومن أن يحضر العبد سواء في نومه أو في كل أحواله. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من قاله لا تضره الشياطين بل يكون في عافية وسلامة منها. وقوله أعوذ بكلمات الله التامة أي ألتجئ في الاستعاذة، التجاء إلى الله واعتصام به، والعائذ بالله فار من كل شيء من كل ما يؤذيه إلى ربه سبحانه الذي بيده أزمة الأمور. أيوة نعم. الخلائق وكلمات الله التامة التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. وقوله من غضبه وعقابه، الغضب صفة فعلية ثابتة لله تبارك وتعالى وصف بها نفسه في كتابه،
وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهو جل وعلا يغضب ويرضى ويحب ويبغض، يبغض وله صفات فعلية كثيرة، ويحب ويبغض ويبغض ويحب ويبغض. جزاك الله خير. وله صفات فعلية كثيرة وردت في الكتاب والسنة، ومنهج أهل السنة وهو المنهج الحق الذي ينبغي أن يكون عليه أهل كل مسلم تجاه هذه الصفات، أنهم يثبتونها لله كما أثبتها سبحانه لنفسه، وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، دون أن يخوضوا في شيء منها بتحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. فهم يؤمنون بأن الرب العظيم يغضب، ويتعوذون من به سبحانه من غضبه ومن كل شيء يغضبه، ويجاهدون أنفسهم على البعد من كل ما يغضبه سبحانه ويوجب عقابه. وإن مما يغضب الرب ويوجب عقابه أن يلجأ العبد إلى في ملماته وعند خوفه وفزعه إلى غيره سبحانه. في ملماته، يعني فيما يهمه ويشكل عليه. نعم. عند خوفه وفزعه إلى غيره سبحانه. وكيف يليق بالعبد والضعيف أن يلجأ إلى عبد ضعيف مثله؟ وكيف يلجأ المخلوق إلى مخلوق مثله ويدع رب العالمين وخالق الخلق أجمعين؟ وهنا ندرك ضحالة عقول والتفاهة الأفكار من يذهبون إلى في ملماتهم وعند فزعهم إلى الكهنة والعرافين والدجاجلة والمشعوذين والسحرة والمنجمين وغيرهم من أخوان الشياطين، يشكون إليهم حالهم وينزلون بأبوابهم حاجتهم ويطلبون منهم تخليصهم من كربتهم. حاجتهم. نعم. وينزلون بأبوابهم حاجتهم ويطلبون منهم تخليصهم من كربتهم وإن جائهم من فزعهم إلى غير ذلك من الأمور التي لا تطلب إلا من الله ولا يلجأ فيها إلا إليه وحده. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهل يجيب المضطر الذي أخلقته القلوب وتعسر عليه المقلوب واضطر للخلاص مما هو فيه إلا الله وحده؟ وهل يكشف السوء الذي يصيب الإنسان ويحل به إلا الله وحده؟ ولكن تذكر الناس لهذا الأمر قليل وتدبرهم له ضعيف، وإلا لما أقبلوا على غير الله ولما لجأوا إلى أحد سواه. وقوله من غضبه وعقابه فيه جمع بين الصفة وأثرها. الصفة هي الغضب، وأثرها هي حلول العقاب، نعوذ بالله من ذلك. وقوله وشر عباده أي من شر أي عبد من عبادك قام به الشر. والعبودية هنا المراد بها العبودية العامة، إذ المخلوقات كلها معبدة مذللة لله خاضعة له سبحانه، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل من في السماوات إلا آتي الرحمن عبده. وقولهم ومن همزات الشياطين وأي يحضرون. الهمزات جمع همزة، والهمزة النقص. والمراد نقصات الشياطين ووساوسهم. يعني فضيلتك، زي ما إنسان يأتي ينخس إنسانا
بآلة أو بأصبع، هذه هي. جزاكم الله خير. وجميع إصابتهم وعزاهم لبني آدم. وقوله أي يحضرون، أي يحضر الشياطين عندي في جميع أحوالي. وعلى هذا فالعبد يستعيذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضروه أصلا ويحوم حوله، فتضمنت الاستعاذة أن لا يمصوه ولا يقربه. وما أعظمه من دعاء، وما أعظمه وما أعظم أثره، وما أجمعه للتعوذ من كل ما قد يكون سببا لفزع الإنسان وقلقه. والله وحده ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عليه الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولا. وهذا مجلس جديد متجدد أيها الفضلاء الكرام في فقه الأدعية والأذكار، ونحن فيه مع هذا الحديث الشريف الجليل المنيف الذي نتكلم فيه على ما يكون من الدعاء عند الأرق والفزع من النوم. من يذكرنا بهذا الحديث؟ هل أخذناه قبل ذلك؟ أم أنها هي المرة الأولى؟ أيها الفضلاء الكرام، أظن أخذناه يا شيخ، بس أنا ما فاكر أي باب يا شيخ. أي طيب، من يذكر لنا؟ من يذكر لنا متى أخذناه؟ طيب لا أحد يذكر. أذكر الصباح والمساء يا شيخ. أيوة نعم، إحنا أخذنا متى؟ ممكن أذكر الصباح والمساء. أخذنا فضيلتكم هذا الكلام لما تكلمنا عما أصيب به خالد رضي الله عنه وأرضاه، وجاء شكى النبي الفزع صلى الله عليه وسلم، وقلنا من يتعار من الليل ماذا يقول مع حديث من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن دعا استجيب دعاء وإن قام صلى قبلت صلاته. طيب نرجع الآن لهذا الحديث. هذا الحديث من حيث التخريج أولا أيها الفضلاء الكرام، هذا الحديث رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. هذا هو الدعاء، والفائدة منه فإنها لن تضره، يعني هذا الفزع الذي أصابه لن يضره. ولذلك من فوائد هذا أيها الفضلاء، طبعا هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود في كتاب الطب باب كيف الرقى، والترمذي في أبواب الدعوات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحسنه العلامة الألباني في صحيح أبي داود وصحيح الترمذي، وذكره أيضا في صحيح الجامع. انظروا هنا إلى سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا سيما الراوي. ودائما قلت لكم إن أكثر من يهتم بالأمر هو الإنسان الذي يكون قد روى الشيء، وكل الصحابة يهتمون بالأمر رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، لكن انظروا إلى مزيد اهتمام عبد الله بن عمرو. قال فكان عبد الله
يلقنها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم، كتبها في صك ثم علقها في عنقه. ومن هنا أخذ أهل العلم وقالوا لا بأس بكتابة القرآن أو الدعاء وتعليقه في عنق الصغير، والأولى ترك ذلك حتى لا يكون داخل في التميمة. لكن انظر إلى حرصه رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. من حيث الدلالة التخريجية والصنعة الحديثية، فإن صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيها كلام كثير عند أهل العلم من أهل الحديث، وهي حديثها يصل إلى درجة الحسن فهو من قبيل الحسن. وكذلك صحيفة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده نعم. وهذا الحديث فيه ألفاظ مختلفات، في أكثر اللفظ أعوذ بكلمات الله التامة، وفي لفظ أعوذ بكلمات الله التامات، وكلاهما حسنهما ابن حجر في نتائج الأفكار. وكذلك شيخنا الشيخ الألباني قال عليه الصلاة والسلام إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامة، وعندنا الحديث أعوذ بكلمات الله التامات. طيب الآن نأتي نقول ما هو الفزع، وعندنا مسألة أخرى، هل هذا الحديث يقال عند ابتداء النوم، ولا يعني هل نعده من أذكار النوم، ولا أنه خاص فقط بحالة خاصة وهي الفزع، لأن الأذكار منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد، يعني هل هذا الذكر مطلق أم أنه مقيد فقط بحالات الفزع؟ طيب أعوذ بكلمات الله التامة أو بكلمات الله التامة، كلمات الله أهل العلم يقولون، بعضهم منهم يقول يعني هي الكلمات القدرية التكوينية التي يكون بها الخلق والتدبير، إنما أمر إذا أراد أن يقول له كن فيكون، وتصريف أمور الخلائق، وهذا هو الأليق في هذا ونظائره فيما يتعلق بالاستعاذة. ليه؟ لأن المستعيذ يريد الحماية، أعوذ يعني ألجأ، وإنما يكون ذلك بالاستعاذة بالكلمات القدرية من أجل أن يحفظه الله مما يخاف ويحاذر، مما يخاف ويحاذر. هذا هو أعوذ بهذا المقصود، أعوذ بكلمة الله التامة، وحررنا ذلك في أكثر من موطن. ومنهم من قال يحتمل أن يكون هذا المقصود بالكلمات الدينية الشرعية، القرآن الذي هو من كلام الله عز وجل ونحو ذلك مما تكلم به عز وجل وشرع لأنبياء ورسل بواسطة الملائكة، أو فيما خاطب به مباشرة مما يتصل بأمر التشريع. وهذا قال فيه عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وقال أيضا ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إذن يحتمل أن تكون الكلمات الكونية وأن تكون الكلمات الشرعية. وهذه اللفظة أعوذ بكلمات الله التامة أو كلمات الله التامات من فوائدها رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم الذين يؤولون كلام الله بأنه شيء قائم في النفس، أو الذين ينفون الصفات كجهمية المعتزلة، إثبات الكلام لله على ما يليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى. ومن فوائد هذا أيضا أن كلمات الله تامة لا نقص فيها. والفائدة أيضا أن كلام الله غير مخلوق. وفيها أيضا أن الاستعاذة تكون بالصفة، لأنه قال أستعوذ بكلمات الله، وكلامه صفة من صفاته، كما أنه يستعاذ بوجهه وهو صفة من صفاته، أعوذ بنور وجهك، والنور هو صفة من صفاته، لأن النور أيها الكرام الفضلاء هذا كما قال ربنا تبارك وتعالى حجابه النور
ولما قال ربنا الله نور السماوات والأرض، النور يكون على نوعين، إضافة الصفة للموصوف، وهذا غير مخلوق، وهذا غير مخلوق، ومنه ما يكون من قبيل النور المخلوق كنور الشمس والقمر إلى غير ذلك. طيب، الله عز وجل خلق الله عز وجل عيسى بالكلمة، ولذلك سمي كليم الله. قال تعالى: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. فقيل له كلمة لأنه مسبب عنها، وهذا يدخل من باب تسمية الشيء باسم السبب. فهذه هي الكلمات التكوينية التي يكون بها الخلق والإيجاد والتدبير لشؤون الخلائق، حتى نفهمها إيه معنى كلمات تكوينية وكلمات، لما نقول المقصود بهذا كلمات التكوينية، ولا المقصود بها الكلمات الشرعية، نفهم هذا ونحرره. أما الدعاء لا يكون إلا بالأسماء، إذن الاستعاذة والتوسل تكون بالصفة ولا حرج، من باب التوسل: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هذا توسل. الاستعاذة: أعوذ بكلمات الله التامة، هذا يجوز بالصفة. أما الدعاء فلا يجوز بالصفة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الشفاعة: ومن دعا الله بالصفة كفر، لأن الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلا يجوز أن تقول يا وجه الله كما ينتشر في بعض البلدان والقبائل، ولا تقول يا رحمة الله أدركيني، ولا تقول يا عظمة الله احميني، ولا تقول يا عزة الله، إنما تقول يا عزيز يا قوي يا جبار إلى غير ذلك. وضحت هذه؟ طيب، لما نقول نعوذ بالله يعني ألتجئ وأعتصم بالله تبارك وتعالى، وهذا من فوائده التوحيد الخالص لله عز وجل، التوحيد الخالص بالله عز وجل، التوحيد الخالص لله عز وجل. ومعناه أن الإنسان لا يتعوذ لا بجن ولا بساحر ولا بكاهن ولا بشيء من الأسباب الأرضية، إنما يكون العوذ والالتجاء والاعتصام: واعتصموا بحبل الله، بحبل الله جميعا. طيب، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، وهذا كما قلنا حديث عند الإمام الترمذي رحمه الله. إذن وسيأتي معنا إثبات الغضب لله عز وجل صفة فعلية، يعني يغضب متى شاء كيفما شاء، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير، والله يغضب على من عصاه ويسخط على من عصاه، عافانا الله وإياكم، ما يليق بجلاله وعظمته، وثبت ذلك في السنة وفي القرآن. قال: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في المتلاعنين سورة النور، وقال عز وجل: فيحل عليكم غضبي، كما في سورة طه في وعيدهم، وعيد موسى لقومهم، وقال في البراءة من أهل الكفر: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غاضب الله عليهم، بل ونقرأها 17 مرة في الفاتحة في الفريضة: غير المغضوب عليهم. وقال في السنة كما معنا في الحديث وكما في حديث: إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي، وهو حديث رواه الإمام البخاري رحمة الله على الجميع.
فهذا كله إثبات هذه الصفة لله عز وجل، ونفيض في مسائل العقائد لأن هي التي يقع فيها الوسوسة ويقع فيها كيد الشيطان ويقع فيها الإلحاد والفتن والمقاطع من هنا ومن هناك، فنقول نثبته. وليس شرطا من إثبات الصفة يا أخي أنك تشبه بخلقه. ألا ترى أن أباك يغضب وجدك يغضب وأنت تغضب وزوجتك تغضب، فهل الغضب كله يتفق فيما بينكم؟ قالوا لا، لكل غضبه. قلنا يا أخي تبارك عز وجل وليس كمثله شيء، وجل تبارك وتعالى، أفتثبته لنفسك ولا تثبته لربك عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته؟ فنثبت الصفة ولا نؤولها ولا نحرفها ولا نجسمها، هذا باب مهم نحرره في كل ما يمر بنا. ثم قال من غضبه وعقابه، العقاب العذاب الذي ينزل بالإنسان الله يعافينا وإياكم، وشر عباده، يعني هذا نكرة مضافة دخلت في كل إنسان فيه شر، أن ينجيك الله من شره، من ظلمه ومن معاصيه، صاحبة سيئة، صاحب سيء، لما تدعو بهذا الدعاء الله عز وجل ينجيك منه. ومن همزات الشياطين، وهو الهمز الغمز والنخس. وقالوا كل شيء تدفعه، يعني الدفة يعتبر إيش؟ يعتبر همز. فهنا نكرة مضافة دلالة على عام مخصص، وهمزات الشياطين يعني الوساوس والخواطر التي يلقوها في قلب العبد. تصلي يقوم يقول لك يا أخي أنت صلاتك ما فيها خشوع، صلاتك ما فيها خضوع، أول ركعتين بدأت خاشعا، بعد ذلك ما خشعت ما بكيت، هذه كلها وساوس وخواطر يلقيها الشيطان على العبد لكي يبغض له العبادة. ومن العجب العجاب أن رجلا شكى لأحد العلماء مثل هذا، فقال يا هذا أو ترى الشيطان يدلك على الخير، إنه لا يريدك أن تصلي أصلا، لأنه قال له أنا جاني الشيطان قال لي أنك تصلي إلى غير القبلة، قال له الشيطان يبغاك تصلي أصلا عشان يقول لك بتصلي لغير القبلة. فلما تأتيكم هذه الوساوس أيها الكرام الفضلاء انبذوها، وتعوذوا بهذا الحديث، وتعوذوا بهذا الحديث. قال وأن يحضرون، يعني أعوذ بك يا رب من شر عبادك ومن همزة الشياطين في أي وقت يحضرون فيه. وهذا يدل على العموم، سواء كان في الصلاة بالوسوسة، في الأذكار بصرفي عنها، في أموري، في عبادتي، في صدقتي بتخزيلي عنها، في إتياني إلى أهلي، في بري لوالدي، في كل شيء، هذا يدل على العموم. فأبشر من النبي بالبشارة الصادق المصدوق، فإنها لن تضره، يعني كل هذه الهمزات، كلها الوساوس، كل هذه الأمور إذا تعوذت بالله منها ومضيت في عبادتك وفي صدقتك وفي برك لوالديك وفي دعوتك إلى الله لن تضرك، ما إن يأتي وقت قليل وتذهب عنك، وتذهب عنك. فإذا فزعت في النوم وأصابك من هذا الفزع، وهو استيقاظ الإنسان خائف، الفزع هو أن يستيقظ الإنسان خائف مفزوع، فعليك أن تدعو بهذه الدعوات، عليك أن تدعو بهذه الدعوات. طيب يقول أنا جاني فزع وخوف بس أنا ما كنت نايم، نقول يدعو أيضا بهذا الدعاء، فهو دعاء عام لمن خشي الفزع سواء كان في النوم أو كان في غير النوم، أو كان في غير النوم، أو كان في غير النوم. وانتبه أن يصيبك ما يسمى بالفوبيا، ابعد عن هذه الوسوسة. بعض الناس يقول لك لما أجي أنام تتراءى لي امرأة وتجامعني، وبعض البنات تقول يتراءى لي رجل يجامعني، إلى غير ذلك. هذا يسموه الجاثوم، يخنقه أيضا ولا يستطيع أن يتكلم، وكأنه في بئر عميقة يتدلى فيها ويهوي فيها،
ولا يستطيع أن يتكلم ولا أن يستغيث بأحد ولا أن يفك جسده، يشعر أنه مكبل مربوط من كل مكان. فعليك أن تقول هذا الدعاء، تعافى بإذن الله تبارك وتعالى. فانظروا هنا من حرص عبد الله بن عمرو يعلمها لأطفاله الذين بلغوا والذين لم يبلغوا، ليهتموا بهذا الذكر. علينا أن نعلمه لأنفسنا، نعلمه لأبنائنا أيها الكرام الفضلاء. ومسألة التعليق كما قلنا فيها كلام لأهل العلم بالنسبة للقرآن وبالنسبة للسنة فقط، الأدعية إلى غير ذلك، وهي مسألة فيها خلاف، وبسطنا ذلك في كتاب التوحيد. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إلى غير ذلك من مثل هذه الأدلة. ثم قالوا وهذا الفعل فقط يكون بالقرآن ويكون بالسنة. وذهب طائفة من أهل العلم بعدم جواز ذلك، وهو مشهور عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة وعقبة وابن عكيم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه رواية عن أحمد، واختار كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون من الحنابلة أن هذا الفعل لا يجوز، واحتجوا بحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والنبي قد جعل الألف واللام تفيد الاستغراق أيا كانت من أي شيء كانت، حتى ولو من الكتاب والسنة. وبسط ذلك في كتاب التوحيد، لأن النبي عم الألف واللام تفيد الاستغراق والعموم، ولم يفسر ولم يستثني، والأصل بقاء الأمر على ما كان. وثانيا سدا لذريعة الشرك، أيها الكرام الفضلاء، أن يتحول بعد ذلك فيكتبون، وهذا الذي ترونه أنتم الآن. الأمر الثالث، إذا علق القرآن أو كذا ودخل به الخلاء فإنه يمتهن، ولابد أن يحفظ القرآن عن هذا الامتهان. بل إن في اجتهاد عبد الله بن عمرو قد أنكره بعض الصحابة ومنهم ابن مسعود، وقلنا إن فعل الصحابي إذا وجد إنكارا ولو من صحابي واحد فإنه لا يفعل ولا يحتج به. وجاء خالد رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي له الفزع أيضا، خالد الصنديد سيف الله المسلول رضي الله عنه وأرضاه، يشتكي الفزع، أبا سليمان مقرقر الأعداء رضي الله عنه وأرضاه يأتي يشتكي الفزع، ويدله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يقول هذا الحديث الذي هو بمثابة اعتبروها وصفة نبوية طبية نبوية منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خالد الذي يرهب الأعداء، خالد الذي ما هزم في معركة قط لا في جاهلية ولا في إسلام رضي الله عنه وأرضاه، الذي إذا سمع العدو به يهربون فكان يفزع في المنام ويروع، وهذا ليس عجيبا من أمثاله، فغالبا ما يحدث لهؤلاء الفضلاء ما يعكر عليهم صفو الحياة ويحد من شعورهم بقوتهم، ليعلموا أنهم ضعاف سبحان الله. فيأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله إني أجد في نومي من أرق وفزع. فإذا كان خالد بن الوليد يعني يجد من الأرق والفزع، فما ظنك بي وبك أيها الكريم الفاضل؟ ولتعلم أيضا لما تقرأ خالد يفزع فتقول سبحان الله، ما أضعف الإنسان، يا الله ما أضعف الإنسان، وما أحوجنا إلى الرحمن عز وجل، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فما ظني وظنك أخي الحبيب. سبحان الله، خالد الصنديد سيف الله المسلول، خالد رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول والله ما أحب إلي من ليلة شاتية أبيت فيها العدو، والله إن أحب إلي من أن أبيت إلى عروس.
قال وهذا جسد يتمنى الشهادة، كان يتمنى الشهادة، يعني جسد ما فيه إلا رمية بسهم أو ضربة برمية بسهم أو ضربة برمح أو طعنة بسيف، وها أنا أموت حتف أنفي على الفراش كما يموت البعير، فلا نامت عن الجبناء رضي الله عنه وأرضاه. يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام ما يساوره في منامه، فيقول له قل هذه الكلمات، أعوذ بكلمات الله التامة من شر غضبه وعقابه ومن شر عباده، الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون فإنه لا يضرك، وبالحري أن لا يضرك، كما جاء في مسند الإمام أحمد، يعني حري أن لا يضرك. هذه هي الأدوية النافعة والأدوية الشافية أيها الكرام الفضلاء، فاحرصوا عليها واحفظوها واجعلوها هجيركم. وهذا الدعاء يقال لمن فزع من النوم وليس هو من أذكار النوم، فقد مر معنا أذكار النوم، ويقال لمن فزع مطلقا، لمن فزع مطلقا وإن لم يكن نائما. اللهم إنا نعوذ بك كلماتك التامات، اللهم إنا نعوذ بكلمات الله التامات، اللهم إنا نعوذ بكلمات الله التامة، اللهم إنا نعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نعم، جزاكم الله خير الشيخ، الله بارك الله فيكم. أبو حلف فضل الحبيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمستمعين والمستمعات. كتاب فقه الأسماء الحسنى تأليف الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر يحفظه الله. اسم الله المنان، وقد ثبت هذا الاسم في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. والمنان هو كثير العطاء، عظيم المواهب، واسع الإحسان، الذي يدور العطاء على عباده ويوالي النعماء عليهم تفضلا منه وإكراما. ولا منان على الله على الإطلاق إلا الله وحده، الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. له المنة على عباده ولا منة لأحد منهم عليه، تعالى الله علوا كبيرا. وهو أمر مشروع للخليقة كلها، برها وفاجرها، من جزيل مواهبه وسعة عطاياه وكريم أياديه وجميل صنائعه وسعة رحمته وبره ولطفه وإجابته لدعوات المضطرين وكشف كربات المكروبين وإغاثة الملهوفين ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابها وصرفها بعد وقوعها، ولطفه تعالى في ذلك إلى ما لا تبلغ الآمال. ومن عظيم منته سبحانه هدايته خاصته وعباده إلى سبيل دار السلام، ومدافعته عنهم أحسن الدفاع، وحمايتهم من الوقوع في الآثام
وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم من الراشدين، وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وسماهم المسلمين من قبل أن يخلقهم، وذكرهم قبل أن يذكروه، وأعطاهم قبل أن يسألوه، تعرف إليهم بأسمائه وأمرهم بما أمرهم به رحمة منه بهم وإحسانا، لا حاجة منه إليهم، ونهاهم عما نهاهم عنه حماية وصيانة لهم، لا بخلا منه عليهم، وخاطبهم بألطف خطاب وأحلاه، ونصحهم بأحسن النصائح، ووصاهم بأكمل الوصايا، وأمرهم بأشرف الخصال، ونهاهم عن أقبح الأقوال والأعمال، وصرف لهم الآيات، وضرب لهم الأمثال، ووسع لهم طرق العلم به ومعرفته، وفتح لهم الأبواب الهداية، وعرفهم الأسباب التي تدنيهم من رضاه وتبعدهم عن غضبه، إلى غير ذلك من أنواع نعمه وصنوف منه. القائل سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والقائل جل شأنه: وهنا معذرة، أريد أن أنوه في هذه الآية من لطائفها ما نحرره كثيرا حتى نصحح ما يجري على ألسنتنا خطأ من قول بعض الناس: نعم الله لا تعد ولا تحصى. نقول هذا خطأ، والقرآن أثبت العد ونفى الإحصاء، وهذا تمام المنة من المنان. فقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، تفضل. والقائل جل شأنه: وما بكم من نعمة فمن الله. جل شأنه جزاك الله خير. وما بكم من نعمة فمن الله. الله أكبر. ومن أراد مطالعة أصول المنن فليدم سرح النظر في رياض القرآن الكريم، وليتأمل مع ما عدد الله فيه من نعمه العظيمة وعطاياه الكريمة. فقد ذكر سبحانه عباده بمنة الهداية لهذا الدين، والإخراج من ظلمات الشرك والكفر برب العالمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. انظروا هنا، هذا كل الآيات التي ذكرت إثبات المنان صفة. نعم، ورد قرآنا، أما اسما ورد سنة، وسنبين هذا. تفضل. وذكر سبحانه بمنة بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام وإكرامه هذه الأمة ببعث صفوة رسله وخير أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وذكر سبحانه بمنة التمكين لأنبيائه عليهم السلام
ولعباده المؤمنين قال تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. وقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا وجنود داء مفعول به جزاك الله خير وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وذكر بمنته على عباده المؤمنين بدخول الجنة والنجاة من النار واستشعارهم لهذه المنة العظيمة والفضل الكبير. بدخول الجنة والنجاة من النار مخفوض مجرور جزاك الله خير. بدخول الجنة والنجاة من النار واستشعارهم لهذه المنة العظيمة والفضل الكبير. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا. ولذلك معذرة ولذلك حقيقة هذه الآية يعني تقطع القلوب سبحان الله. هذه الآية كانت تقرأها أسماء كما صح عند البخاري في قيام الليل، تقوم الليل كله بهذه الآية سبحان الله لتستشعر. فما أجمل أن نقيم هذه السنة في هذه العشر يا أخوان، نقيم هذه السنة في هذه العشر، أنك تجعل لك ليلة كده تقوم كلها بآية واحدة في باب التدبر. فلذلك كانت أسماء تقوم بهذه الآية. قالوا: إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، خائفين وجلين يختم لنا بسوء، وهذا الخوف والوجل دعاهم إلى الإيجابية، دعاهم إلى العمل. الخوف والوجل عند بعض الناس يدعو إلى القنوط فلا يعمل ويقنط، لكن عند السلف هذه الكواكب الدرية والبدور القمرية المضيئة يجعله هذا الوجل والخوف عندهم يدفعهم إلى العمل. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، هذا أهل الجنة لما دخلوا ويتساءلوا مع بعض، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، عذاب النار، الله يوقينا وإياكم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، إثبات اسم الله البر والرحيم ومر معنا في أسماء الله الحسنى. ما أجمل أنك أنت تجعل كده اتباع للسنة كما كان النبي يقوم الليل، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، سورة المائدة. ويا النبي يرددها 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 حتى يبزغ الفجر. وأحمد بن أبي الحواري يقوم الليل ويردد: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا خلاص كمال التوحيد، جمع القرآن في الفاتحة وجمعت الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. فإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أكمل أحسن الله، تفضل. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ومن عرف ربه سبحانه بهذا الاسم العظيم وأنه وحده ولي المن والعطاء صاحب الهبة والنعماء، أوجب له ذلك أن يحمد ربه على نعمائه ويشكره على فضله وعطائه. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فقد أمر الله عباده بالشكر ونهاهم عن ضده، وأثنى على عباده الشاكرين ووعدهم بأحسن الجزاء، وجعل الشكر سببا لمزيد الفضل والعطاء، وحارسا وحافظا للهبة والنعماء.
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأوجب له ذلك ألا يستعمل نعمة الله ومنته سبحانه في معصيته. ومنته مفعول به. جزاك الله خير. ومنته سبحانه في معصيته، وألا يضيف النعمة إلا المنعم وحده، وهو الله لا شريك له، خلاف من قال الله عنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، أي بإضافتهم النعمة إلى غير المنعم. فاللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة، لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد ربنا إذا رضيت. اللهم اغفر لشيخنا واغفر للشيخ عبد الرزاق، واجعل ما كتبه في ميزان حسناته هذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. ما يجب تحريره أولا أن الثابت هو اسم الله المنان وليس الحنان. الحنان بالحاء المهملة والنون الموحدة الفوقانية والألف والنون الموحدة الفوقانية لا يثبت من أسماء الله تبارك وتعالى، إنما يكون صفة، قال عز وجل وحنانا من لدنا. أما الاسم الثابت هو المنان، وهذا الاسم ورد في التنزيل فعلا ومرت به الآيات علينا. قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين، وقال بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، وغيرها من الآيات التي استمعنا إليها. وورد صريحا في السنة في حديث أنس رضي الله عنه أرضاه أن النبي سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. انتهى كلام الرجل، هنا أتت البشارة. قال صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فاحفظوا هذا الدعاء واجعلوه في سجودكم، واجعلوه في دعائكم العام ودعائكم الخاص ودعائكم في الصلاة ودعائكم في قنوت الوتر إلى غير ذلك. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. والمنة أيها الكرام الفضلاء نوعان، منة عامة ومنة خاصة، وسأذكر ذلك قريبا إن شاء الله. قال الزجاجي المنان فعال، يعني على وزن فعال، من قولك مننت على فلان، يعني اصطنعت عنده صنيعة وأحسنت إليه، إذا أحسن إنسان إلى إنسان. ولذلك ربنا عز وجل قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني إذا صنعت إلى إنسان معروف فتغير عليك، فلا تقول له ألست أنا الذي فعلت لك كذا وكذا، إن كنت أخرجت الصدقة لله عز وجل فأجرها على الله، ولا تمن بها فتبطلها على نفسك. وهنا مننت على فلان، يعني أحسنت إليه وأعطيته معروفا. والله عز وجل منان على عباده بإحسانه وإنعامه ورزقه إياهم. ولما يقول فلان يمن على فلان إذا كان يعطيه ويحسن إليه،
كما جاء في اشتقاق الأسماء. يقول الجوهري رحمه الله في الصحاح: والمنان من أسماء الله تعالى. وقال الحليمي في المنهاج ونقله البيهقي في الأسماء قال: المنان وهو عظيم المواهب، فإنه أعطى الحياة والعقل والنطق وصور فأحسن الصور وأنعم فأجزل وأسنى النعم وأكثر العطايا والمنح. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال ابن الأنباري في اللسان وفي أسماء الله تعالى: الحنان والمنان. ونحن هنا نقول نستدرك على ابن الأنباري أن الحنان لم يثبت، إنما ثبت المنان. قال: المنان الذي ينعم غير فاخر بالإنعام. يا الله، الله عز وجل ينعم ولا يفخر علينا بذلك تبارك وتعالى. وقال في موضع آخر، أعني ابن الأنباري في شرح المنان: معناه الذي يعطي ابتداء، ولله المنة على عباده، ولا منة لأحد منهم عليه تعالى الله علوا كبيرا. وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: المنان هو المنعم المعطي من المن وهو العطاء لا من المنة. وكثيرا ما يرد المن في كلامهم بمعنى الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه، يعني أنا أحسن إليك ولا أنتظر منك جزاء ولا شكورا. والمنان من صيغ المبالغة. وقال القرطبي رحمه الله: المنان جل جلاله وتقدست أسماؤه، يقال من يمن منا فهو المنان، والاسم منه المنة، واشتقاقه في موضع اللسان من المن وهو العطاء دون طلب عوض. دائما نريد أن نتعلم أن نعطي ولا ننتظر عوض. يقول لك: يا أخي فلان زرت ما زارني، فلان وصلت يا أخي ما وصلني، هنيت ما هناني. لا تبحث عن هذا إن كنت تريد أن تقدم لله عز وجل، أن تقدم لله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن من أمن الناس علي في ماله أبو بكر، متفق عليه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري: ما أحد أمن علي من ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر. النوع الثاني أن يمن الإنسان بالعطية، يعني يذكرها ويكررها، هذا منهي عنه. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ولذلك ربنا قال عند مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان. يعني هنا الذي يمن بالعطية ويذكرها لكي يهين الإنسان الذي أعطاه، والمنفق أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب لغتان. والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منة، إلا منة، يعني من باب الفخر، من باب الفخر. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام عند النسائي وحسنه الألباني صحاح قال: لا يدخل الجنة منان، يعني الذي يفخر بالعطية على الناس ويؤذيهم فيها. فحذاري، حذاري من هذه، من هذه الصفة. الله عز وجل لا يحب من الإنسان أن يعطي وأن يفخر بالعطية. قلت لكم المنة نوعان: منة عامة ومنة خاصة. المنة العامة هذه اللي يشترك فيها الخلائق جميعا، فله المنة على خلقه بأن أوجدهم من العدم وأحياهم بعد أن كانوا أمواتا. والمنة الخاصة هي التي تكون للرسل والأنبياء والأولياء وأهل الإيمان. ومنها أعني المنة الخاصة الهداية للإيمان وللتوفيق والنصر والتأييد منه تبارك وتعالى. فالله عز وجل من على نبيه وعلى أمته فأعطاه الكوثر، الذي ما أعطاه نبيا قبل ولا أمة: إن أعطيناك الكوثر. ومن عليه أيضا وعلى أمتي عليه الصلاة والسلام، قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، هذا الحديث رواه البخاري.
قال نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة وأعطته الشفاعة. والمنة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام كما قال يا معشر أنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله أمن، لله ورسوله البن والفضل، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وخرجوا يبكون في حديث جميل نجعل له وقفة في يوم من الأيام إن شاء الله عز وجل عند الإمام البخاري. ولذلك من منة الله تبارك وتعالى علينا أنه بلغنا رمضان وبلغنا العشر الأواخر، ونسأله أن يتقبل منا وأن يبلغنا إلى ليلة القدر وأن يثيبنا بعظيم الثواب والأجر. هذه كلها منن ومنح من الله عز وجل، وعلينا أن نهتدي لها وألا نقصر فيها، فهي أيام قليلة معدودات تذهب أيها الكرام الفضلاء. والعبد الموفق هو الذي لا يرى لنفسه على الناس فضلا، بل هو دائم الفكر والنظر لأفضال الله ومننه عليه، مهما قدم لا يرى فضلا لنفسه أبدا. يا أخي شوف ابن المبارك، دنا ابن المبارك يوم من السقاية والناس يشربون فلم يعرفه أحد من الناس فزحموه ودفعوه، فلما خرج قال ما العيش إلا هكذا حيث لم نعرف ولم نوقف. وقري عليه يوما في كتاب المناسك فقرأ التلميذ وبه قال ابن المبارك، فقال من كتب قولي؟ يعني التلميذ قاعد يقرأ كتاب المناسك وكاتب شرح الشيخ، فقيل له الناسخ فأخذه وحكه حتى محا، قال ومن أنا ليكتب قولي. الله، هذه رسالة للذين ينشطون ويسجلون المقاطع من غير علم ولا دربة ولا دراية. هذا ابن المبارك الذي حج الملقب بالإمام الأمير الحافظ الفخيه يحج عاما ويجاهد عاما آخر. ابن المبارك الذي لما ولد في بلاد مرو من أرض أذربيجان وما حولها كانت تزن بالبخل، فلما ولد فيها أصبحت تمدح بالكرم. هذا ابن المبارك يقول امح قولي ومن أنا ليكتب قولي. واعلم يا عباد الله أن المؤمن لا يمن بعمله الصالح على ربه فيستكثره عليه، قال تعالى ولا تمن تستكثر، والنبي يقول ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فلا تمن بأن تقول أنا ختمت 10 ختمات 6 ختمات 7 ختمات 5 ختمات، لا تمن بأن تقول أنا قمت الليل كله وتدبرت في آية، لا تمن بأن تقول أنا كل يوم أذهب إلى فلان أصلي وإلى كذا. لا يا أخي، اجعل لك خبيئة كما حد عن ابن الزبير عن الزبير بن العوام قال عند الطبراني من استطاع أن يجعل خبيئة من عمل صالح، وفي رواية خب من عمل صالح، فليفعل. اجعل هذه بينك وبين الله تجد ذخرها عند الله عز وجل، ولا تحدث بها كل أحد بل إن الرجل كان أحد السلف له عين واحدة والعين الثانية حصل فيها شيء فلم يرى بها، وعشر سنين زوجه لا تعلم عنه وينام بجوارها على فراش واحد، وآخر كان يصوم وأهله لا يعلمون، إذا ذهب إلى عمله صباحا أعطوه إفطاره وزعه بين الناس، فإذا رجع إليهم مساء وضعوا له العشاء وهو فطوره. اجعل دائما هذه من منة الله علينا، ألا يتولد عندك الإعجاب بالنفس والاغترار بمدح الناس. ولذلك كان الصديق يقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. وكان عمر بن عبد العزيز يقول لا يغلبن جهل الناس بك علمك بنفسك. فالعبد يتواضع لعلمه بنفسه المقصرة وعلمه قبل هذا بفضل الله المنان. والله يسترنا تبارك وتعالى على ما فينا من التقصير وعلى ما فينا من المعاصي والذنوب. والله عز وجل حي ستير. وسليمان عليه السلام أعطاه الله عطاء عظيما لم يعطه ملك لم يعطه لنبي من قبل، ومع ذلك لم يعجب بنفسه وقال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ميمون بن مهران قال له رجل ما يزال الناس بخير ما أبقاك الله لنا،
فقال ميمون: على رسلك ما يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم. ولذلك كان شيخنا الشيخ بن عثيمين وشيخنا الشيخ بن باز من منة الله عليهم ولا نزكيهم على الله، إذا جاء من يمدحهم يوقفونهم ويقولون: إن كان كل ما في القصيدة هكذا فشكرا وجزاك الله خيرا ولا نريد. مهما بذل العالم والمنفق والداعية فعليه ألا يمن بعلمه، لأن الله ناصر دينه به أو بغيره، فالركب ماضي والدين منصور، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. ينبغي للإنسان أن يرى منن الله عليه التي نسيها ليعلم عظيم فضله. ولذلك كان أذكر أن الوالد كان يقول دوما في حق الله: انظر لمن هو خير منك لتعلم تقصيرك في جنب الله. وفي أمور الدنيا من المراكب والمشارب والمواط والأموال: انظر لمن هو دونك لتعلم فضل الله عليك. واعلم أنك معافا وغيرك ينام على الأسرة البيضاء. الأسئلة تأتي تباعا: من عنده سكر لا يستطيع أن يصوم، من عنده فشل كلوي ما تقدر أن يصوم، من عنده سرطان لا يستطيع أن يصوم، وإلى غير ذلك. من كان معنا العام الماضي بخير وهو هذا العام على السرير الأبيض، فاعلم يا أخي من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فإنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لا تغتر إن أنزلت مقطع أو تغريدة فجالت بين الناس وأتت عليها ما يسمى باللايكات والإعجابات، فإن الله أعلم بك أخي الحبيب. ولذلك من أسباب عدم رؤية النعم وعدم استشعار اسم الله المنان أن الإنسان يتطلع لما في أيدي الناس. والله يقول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. الامتنان يعلمك أن تكون منكسرا ذليلا لله عز وجل، كما قال ابن القيم: وإذا غاب عن العبد اسمع كلام ابن القيم: شهود فضل الله عليه فأعجبته نفسه حينها يفسد عليه عمله، فتارة يقطع عنه ولا يتمه، وتارة يتمه ولكن بلا ثمرة، وتارة يتمه ولكن ضرره أعظم، قتله بالرياء وقتله بالسمعة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على ذكره. فإن كان خيرا صوابا ذاك حسبي، وإن كان دون ذلك فمن الشيطان ومن نفسي، والله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منه براء، وأعوذ بالله أن أحدث به وأنسى. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا. وإياكم الله يرضى عليكم، جزاكم الله خير. أبو سعيد جاهز ولا نختم؟ جاهز. طيب هاي شيخنا إيش رأيكم؟ كما تحبون، إن أردتم أن نكمل أنا ما عندي أي بأس إن شاء الله. طيب تفضل أبو سعيد. الصوت بيقطع أبو سعيد. ماشي يا حبيب. بيقطع الصوت. لا. برضو. ما؟ كازل. الآن تمام؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا وشفنا ونحضر درسنا وسمع وجعلنا من الفائزين بإذن الله يا أرحم الراحمين. باب الترغيب والترهيب للمذرع رحمه الله. باب الترغيب في العمل الصالح عند فساد الزمان. عن أبي أمية الشيباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني قال: قلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية
عليكم أنفسكم. قال أما والله سألت على عليكم بالفتح بفتح المهملة عليكم أنفس أنفسكم. أحسن الله لك شيخنا. عليكم أنفسكم. قال أما والله لقد سألت عنها عنها خيرا. سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائتمروا بمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شفحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي يا أبا سعيد. ودنيا مؤثرة يعني الإنسان يحب الدنيا يحب الأموال يحب المظاهر يحب ودنيا مؤثرة. أحسن الله لك يا خان. ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك عنك العوام فإن من وراءكم أيام الصبر الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الهرج كهجرة إلى كهجرة كهجرة إلي كهجرة إلي. أحسن الله لك. كهجرة إلي الترغيب في المداومة على العمل وإن قل. أكمل الشيخ باب ثاني. لا نتوقف هنا نتوقف هنا جزاكم الله خير. بسم الله والحمد لله وإياكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. وهذا الحديث الجميل المنيف الذي فيه من الفوائد والعوائد الشيء الكثير. وهذا الحديث أحسن الله إليكم الذي هو بين يدينا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيهن كقبض على الجمر للعامل فيها أجر 50. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر 50 منهم أو 50 منا؟ قال 50 منكم. وفي رواية إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. هنا أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بما سيكون من قلة الدين في آخر الزمان، وأخبرنا أيضا فيه بأجر المتمسك بدينه في هذه الأزمان ليحثنا على الصبر مع رجاء الأجر من الله عز وجل. فلما قال صلى الله عليه وسلم في ألفاظ الحديث إن من ورائكم، ورائكم يعني قدامكم في الزمن القادم، هذا معنى وراء من ورائكم يعني في الزمن المستقبل في القرون القادمة والسنوات القادمة، أو المقصود إن من ورائكم يعني خلفكم من الأمور الهاوية التي ستأتي بعد موته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الحديث من دلائل النبوة، فكلما تقادم الزمان كلما رق دين الناس، نسأل الله السلامة والعافية. قال زمان صبر يعني أياما لا طريق لكم فيها إلا الصبر، أو قال أياما يحمد فيها الصبر. والمقصود بالزمان هنا الذي تغلب فيه الفتن وتضعف فيه شوكة الدين والتمسك به، فقال للمتمسك فيه أي لمن صبر على التمسك بدينه مع ما جاء في أول الحديث من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتمسك بدينه واعتصم به أجر 50 شهيدا منكم. وفي رواية 50 منكم شهيد من الصحابة، يعني يتضاعف له الأجر كأجر 50 من شهداء الصحابة. ليه؟ إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا،
وهذا يدل على عظم البلاء الذي يكون فيه المسلم كالقابض على جمرة من النار. هل تأملتها؟ الإنسان ما يستطيع أن يقبض على لهب شمعة أو على عود قد طفئ، فما بالك أيها المبارك في أمر هو جمرة يضعها بين يديه. وهذا تشبيه بليغ عظيم يدل على شدة الفتن وشدة المتمسك. وقد يرى المسلم في هذا الزمان هذا الحديث واقعا أمامه، سبحان الله، يراه هذا الحديث واقعا أمامه سبحان الله. فكلما أراد، وطبعا هذا الحديث من حديث أبي ثعلبة وابن مسعود وأنس وأبي هريرة وابن عمر، وله شاهد من حديث سعيد أخو الحسن. فهذا الحديث بمجموع طرقه كما عند الترمذي وابن ماجه وابن وضاح والمروزي وابن أبي عاصم والبغوي وغيرهم، حسنه الإمام الألباني رحمه الله، فقال: اعتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا. الإنسان شحيح وحتى زكاته لا يخرجها إلا ما رحم الله، وهوى متبع وإعجاب المرء برأيه. هنا تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما مر من حديث ابن عمر عند الطبراني: ثلاث مهلكات، هوى شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء برأيه. وهذا تأتي الإنسان تقول: اتق الله يا أخي، لا تفعل هذا، هذا حرام، ولا كأنك تكلمت معهم. فعليك بالدعوة المستمرة مع النصح والإرشاد، ودعك من أمر العوام، عليك بنفسك تصلحها مع القيام بالواجب من أمر نهي عن المنكر، ودعك من أمر العوام، العوام هوام، ودعك من الجلوس إليهم في مجالسهم هم يتنادرون الأحاديث من هنا ومن هناك، اتركهم واشغل بالك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة أيها المبارك الكريم. والله إنه حديث عظيم، وكل كلام النبي الذي صح عنه عظيم صلى الله عليه وسلم، يصور لك الواقع الذي أنت فيه، الواقع الذي أنت فيه. وهنا تأتي مسألة مهمة: هل يأتي في من بعد الصحابة من هو أكثر منهم أجرا؟ هذه مسألة مهمة، نقول ما يجب تحريره أولا أن لا أحد يعدل أجور الصحابة، إنما هنا نتكلم على تضعيف الأجور، وليس أنهم يساوون الصحابة رضي الله عنهم. ليه؟ لأن النبي قال عند البخاري ومسلم حديث أبي هريرة: لا تسبوا أصحابي، يكررها مرتين: فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. توقع أحد، هذا الجبل الكبير العظيم، لو أنفق أحد من الناس دون الصحابة من الذهب أنفقه ما بلغ مد أحد، المد هو بس كيلة اليد، وهو كيلة اليد. وعلى ذلك أيها الكرام الفضلاء، فهو الحديث الذي ذكرناه هو حديث ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أن الأجر الذي يكتبه الله لعمل الصحابة أعظم من أجر العمل نفسه إذا قام به من بعدهم. والحديث الذي بين يدينا اللي هو حديث أبي الثعلبة الخشني، وله شواهد كما ذكرت لكم من ابن مسعود وغيره وابن عمر، فيه أن أجر من بعد الصحابة في زمن الفتنة والشدة أكثر من أجر الصحابة. فكيف نوفق بين الحديثين؟ أهل العلم قالوا: جميع أعمال السابقين من الصحابة أكثر أجورا وأعظم ثوابا إلا عملا واحدا، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن المتأخرين من المسلمين يعيشون زمان الغربة، فلهم من الأجور ما يفوق أجور الصحابة في هذا الموضوع. وهذا الذي قال فيه النبي: اتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ودع أمر العام، لأنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يريدون على الحق. إذن بس فقط هنا الأجر يتضاعف في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن
عن المنكر. وقال العز بن عبد السلام: الإنفاق في أول الإسلام أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. لأن الإنفاق اللي حصل في أول الدعوة أدى إلى إعلاء كلمة الله وفتح البلاد، النبي كان يحتاج لكل نفقة. ولذلك قال لما دعا إلى الصدقة وأتى عثمان قال: ما ضر عثمان شيء بعد اليوم. وقال: وأما النهي عن المنكر بين ظهور المسلمين وإظهار شعائر الإسلام فإن ذلك شاق في الأزمنة المتأخرة لعدم وجود المعين كما جاء في عون المعبود. هذا مسلك خصص فيه أهل العلم أن المقصود بتضاعف الأجور هنا في عمل واحد وأنا ما فينا عن المنكر. طيب، المسلك الثاني قالوا: أعمال الصحابة أجرها أعظم وثوابها أكبر من أعمال من بعدهم إلا في أيام الفتنة وغربة الدين، فإن إذا حافظت على الدين، أختي المحجبة حافظ على حجابك، هذه بشارة لك هذا الحديث، وكل واحد منهم يحافظ لأهلي على حجابهم، هذا بشارة له هذا الحديث، ويستمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعل الخيرات ويترك اتباع الهوى ويترك الشح ويترك إعجاب نفسه برأيه. انظروا، فأعمال الصحابة أجر أعظم وثاب أكبر من الذين بعدهم إلا في أيام الفتنة وغربة الدين، فإن أعمال من بعدهم إذا ثبتوا على الدين وقبضوا عليه كالقابض على الجمر أفضل من أعمال الصحابة في زمن الطمأنينة وانتشار الإسلام. فهنا مخصص في زمان الغربة وفي زمان العمل وليس في أنواع العمل. واختار هذا الشوكاني رحمه الله، قال في نيل الأوطار: أعمال الصحابة فاضلة مطلقا من غير تقييد لحالة مخصوصة، كما دل الحديث: لو أنفق أحدكم مثل أحد، إلا أن هذه المزية للسابقين منهم، وأما أعمال من بعد الصحابة فلم يرد ما يدل على كونه أفضل على الإطلاق، إنما ورد ذلك مقيدا بأيام الفتنة، إن من ورائكم أيام الصبر الصابر فيها كالقابض على الجمر وغربة الدين، حتى كان أجر الواحد يعدل 50 رجلا من الصحابة فيكون، ولزال الكلام لابن الشوكاني في النيل، فيكون هذا مخصصا لعموم ورد في أعمال الصحابة، فأعمال الصحابة فاضلة وأعمال من بعدهم مفضولة إلا في زمان الغربة والفتنة، إلا في زمان الغربة والفتنة. ثم اعلم يا رعاك الله، في الجمع بين الحديثين، لم يقل أحد من أهل العلم بأن المتأخرين من المسلمين يفوق السابقين من الصحابة الكرام، وليس في الحديث ما يدل على ذلك. اللهم إلا إما أن يكون التفضيل فقط في العمل كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو يكون في زمن العمل اللي هو زمن الفتنة وغربة إيش؟ وغربة الدين. قال ابن حجر في الفتح في هذا الحديث: للعامل منهم أجر 50 منكم، لا يدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة، لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة، وأيضا فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل. أما من فاز بمشاهدة النبي والإسلام عليه الصلاة والسلام فلا يعدله فيها أحد، انتهى كلامه، انتهى كلامه. فالفضل والقدر والمنزلة العليا السامقة الشاهقة هذا لمن صاحب النبي ومات مسلما، وهذا لن يدركه أحد ممن بعدهم، وإنما زيادة أجور من بعدهم في بعض الأعمال والأحوال لا يلزم منهم أبدا أنهم يتقدموا عليهم في الفضل والمنزلة، خاصة وأن أجور من بعد الصحابة أصلا ترجع في موازين الصحابة وفي حسنات الصحابة الذين حملوا الدين وفدوا الكريم عليه الصلاة والسلام النبي الكريم وبلغوا الأمانة ونصروا الدين حتى وصل إلينا عملا بحديث: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وهم فعلوا كل الخير رضي الله عنهم وأرضاهم، ودلوا الأمة على كل البر رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا خلاصة هذه المسألة، إنما فيها بشرى للمتأخرين بأن فيهم من يقارب السابقين من حيث الأجور كما جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية،
أما يبقى خير الناس قرني وخير أمتي قرني، فخيريتهم لا يعدلها شيء. أتمنى أن أكون بذلك قد وضحت هذا الحديث، لأنه يتداول بين الفضلاء. طيب كيف نوفق بين يعني العامل منهم له أجر 50 شهيد من الصحابة، كيف يكون؟ نقول نعم، الأجر المترتب على ذلك لا يدل على مفاضلة صاحبه على الصحابة، هذا ما يجب تحريره وتأكيدهم، إنما يكون هنا كل ما هنالك أن زيادة الأجور إنما تكون للأعمال كالأمر من المنكر أو للأزمان التي فيها الأعمال، وهي أزمان الفتن. وهذا لا شك أنه فضل عظيم من الله عز وجل ليتمسك المسلم بدينه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحب إلينا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تبلغنا به جنتك، ومن الطاعة ما تهون به علينا مصائب الدنيا، مكانا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا منتهى آمالنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين ورحمة الرحمين. اللهم اجعلنا من الذين يصومون ويقومون إيمانا واحتسابا يا رب العالمين ورحمة الرحمين. اللهم بلغنا ليلة القدر ويسر لنا فيها عظيم الثواب والأجر، وأتم نقصنا واجمع شعثنا ويسر أمورنا، وارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا، وارحم آباءنا وأمهاتنا الذين قضوا يا رب العالمين رحمة الرحمن، واجعل مثواهم جناتك جنات النعيم. تم الكلام، وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما ناح قمري أو أورق عود. نعم، اللهم آمين. نعم، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال قبل المغادرة، هل في سؤال؟ يا شيخنا بارك الله فيك، تفضل. في أحد الإخوة يسأل يقول هل يصح قول عشر مباركة؟ نحن قلنا وحررنا ذلك، هذه التقسيمات كلها من البدع، هذه من بدع المناسبات والتحايا، كلما دخلت عشرة قال لك عشرة مباركة إلى غير ذلك، إلى مثل هذه الأشياء، كل هذه من البدع أيها الكرام الفضلاء. نعم، طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، شيخنا حفظك الله، الأفضل الدعاء، دعاء ماذا؟ الدعاء في العشر، يعني للشخص أنه الله يبارك في العشرة هذه، الله يبارك لنا ولك في العشر، ويجعلنا من فتقى ولماذا من ليلة القدر. لا، ولماذا هذا التقسيم؟ نحن نقول الله يبارك لك في هذا الشهر وما بقي فيه من أيام، لماذا هذه التقسيمات التي أخذت من حديث لا يصح، وهو حديث سلمان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، لماذا هذه التقسيمات؟ لا داعي منها. والصحابة ما كان يعرف عنهم أبدا مثل هذه الأشياء، أنهم كلما مرت عشر جلسوا يدعون لبعضهم بعضا، فنترك مثل هذه الأشياء، لكن نذكر بها ونذكر بالأعمال فيها. أما نتقصد فيه، والقاعدة تقول مشروعية الشيء في أصله لا تدل على مشروعاته في وصفه، وإحنا دائما نريد دائما أحباب الكرام أن نلزم غرز رسول الله عليه الصلاة والسلام، الله يرضى عليكم. هل النبي عليه الصلاة والسلام كان في هذا كل ما دخلت عشر جلس يفعل مثل هذا، وأن الصحابة كانوا يتداول عنهم أو التابعين السلف الكرام كانوا يتداولون ذلك؟ كلا، أول ما جاء الشهر بارك لهم به وانتهى الأمر، ولا يقول أحد يا أخي هذه تهاني وتحايا والباب فيها واسع. نقول لا، من الذي وسعه يا أخي؟ من الذي وسعه؟ لأنك أنت بهذه التحية بتظن أنك تتقرب بها إلى الله عز وجل، وأن الدعاء عبادة، والعبادة الأصل فيه التوقيف، فيترك يا رعاكم الله كل هذه الأمور. ولكن نذكر بعضنا بأعمال
ما يكون بأعمال العشر وما يكون فيها من مثل هذه الأشياء. ولا مانع إن بعض ما ذكرته بذلك وتقول نسأل الله أن يعيننا ويكفي على الصيام والقيام ويبارك لنا فيها، لا حرج. أما أنك تتقصد كل ما عدت عشر ضجت حالات الواتساب وضجت مواقع التواصل، عشر مباركات عشر مباركات، لا، نقول هذا بدعة أيها الكرام الفضلاء، واحذروا من البدع الإضافية فما أكثرها. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل يوم أو يومين؟ أيوة، زكاة الفطر أحسن الله إليك لها وقت يسمى وقت إجزاء، ولها وقت كمال. فوقت الإجزاء قبل يوم أو يومين من العيد كما جاء من حديث ابن عمر، قبل يوم أو يومين ما في حرج. ووقت الفضل، وقت الفضيلة هو الذي يكون قبل صلاة العيد، فمن أخرجها بعد صلاة العيد فإنها صدقة وليس زكاة، ومن أخرجها قبل يومين فهي صدقة وليست زكاة، فعلينا أن نتقيد بما ورد في ذلك. هذا ابتداء. الأمر الثاني، تخرج طعاما لا مالا، فمن أخرجها مالا فهي ليس مجزئة، لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو تمر أو أقط أو شعير. فيقول وكان الناس كما لا يخفى على شريف علمك وعلم المستمعين الكرام أنهم في أشد الحاجة إلى المال في أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يقول لك واحد، يا أخي الناس محتاج المال، نقول له نعم محتاج المال، وكانت في أيام من المحتاجة المال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذه الزكاة فقط لفترة قليلة، أكفوهم السؤال، ليكفوا السؤال في أيام العيد، سؤال الطعام. أما من عنده زكاة مال قل له أخرج، يعني بعض الناس يكون عنده الملايين ولا يخرجها، ويخرجها من الباب يرجعها من الشباك، أد أمي الزكاة، أد أختي الزكاة، أد خالتي الزكاة، وهي عندها بالملايين. ثم يأتي في مسألة 2-3 كيلو رز يقول لك نطلعها فلوس الفقير محتاج، نقول هذا من أخرجها مالا لم تجزئه، إنما تخرج طعاما، وكل زكاة من جنسها. وآتوا حقه يوم حصاده، زكاة الزروع من الزروع في الإبل، وزكاة بهيمة الأنعام من إبل بقر وغنم بنوعيها معز وضأن من جنسها، وزكاة النقدين من جنسها، وزكاة عروض التجارة من جنسها، وزكاة الفطر أيضا تخرج طعاما من غالب قوت البلد. نعم. طيب شيخنا جزاك الله خير. طيب لو الإنسان اشترى مثلا كيلو دقيق، يعني على حسب اللي هو كيلو دقيق أو 2 كيلو دقيق، بتوفي إن شاء الله؟ هذا يرجع فيه إلى ما يسمى بالصاع، والصاع غالب بيكون غالبا والله أعلم 3 كيلو، وليس كيلو واحد، كل شخص 3 كيلو. أيوة. جزاك الله خير. كل شخص 3 كيلو، فلو أن أسرة فيها 5 أشخاص يعني يخرجون 15 كيلا، وينظرون إلى الفقراء والمساكين الذين بجوارهم ويعطونهم إياها لفقير واحد أو لعدة فقراء، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. وإياكم. طيب يا طيب يا شباب، خلاص، إذن أترككم في حفظ الله ورعايته، ولا تنسونا في صالح دعواتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.